سميت ناجية، ناجية من النار، بخلاف بقية الفرق فإنها في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الناجية من النار. وهذه الفرق في النار تتفاوت، منها من هو في النار لكفره يخلد فيها، ومنها من هو في النار لمعصيته ولا يخلد فيها وهم أصحاب الكبائر. فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة، لا، تفاوتة، منها من هو في النار لكفره، ومنها من هو في النار لفسقه ومعصيته، لأن الخلاف يتفاوت. نعم.